يصدق ما تعيشه مدينة العرائش من أفراح. خرج كل مدينة العرائش بكل ألوان الفرح والتعبير عن الاعتزاز والفخر بفوز المنتخب المغربي. لاحظوا إشعال الشعب الصناعية، كل أنواع الأهازيج والأغاني يعني والتهليل وزغاريد النساء التي يعني ارتفعت أصوات داخل ساحة التحرير. نزلت مدينة عرائش، أكيد لن تنام مدينة عرائش اليوم، تعيش فوز يعني حدث تاريخي بكل معنى كلمة، بكل معنى كلمة تعيش مدينة عرائش. كلشي مزوج مباشرة. ويلا البنات على النساء اليوم اللي فرحان، النساء والرجال والشباب كلشي متفقين حول ورع المنتخب المغربي. هذا الانجاز ما جاش يعني بلا شك، يعني وصلتهم الرسالة ديال الجماهير المغربية. لا بديل على الكأس، لا على الجماهير العرائشية والمغربية، لا بديل إلا ويحملوا هذا الكاس هذا وخليه. وشوفوا الفرحة التي لا تقدر بثمن، لا توصف. هما وليدات العرائش كتبوا اليوم باش يعبروا على كل مشاعر الحب والاعتزاز والتعبير عن الفرح، يعيشوا هاد الفرحة الجماعية ما كتعطاش في كل وقت. يعني هذا الوقت هذا ونتمناو مرة أخرى، كلهم كيتمناو ودابا كلهم بعد ما كانوا يعني تطلعوا ديالهم على تحقيقات الفوز الآن والتأهل، الآن عيونهم على الكأس، عيونهم على الكأس، لماذا لا؟ وربي دوما فرحة المغاربة وعلى الشعب المغربي وعلى مدينة عرائش، ونجيبوا دائما الربح ودائما ديما الربح ودائما الكاس. جيبوها يا الاولاد، جيبوها يا الاولاد، جيبوها يا الاولاد، جيبوها يا الاولاد، جيبوها، جيبوا الربح مع السبت، غيفرجوا لنا المنتخب. اذا هما في انتظار يوم السبت امام المتاهل عن مقابلة البرتغال وسويسرا. إذا اللي جا ما يفلت، اللي جا يعني طيرها هو الحكم، هو الفيصل ما بيننا وما بين جميع المنتخبات.